مرحبا معكم مستر في. بحلقة اليوم رايح نتعلم أمر إكستند في الأوتوكاد. أول إشي بنروح على نيو، بنعمل لاين، بنشغل الأورثو مود، بنكبس F8، برضو بدنا نعمل لاين تاني. هلأ هذا اللاين بدنا ندمجه، بدنا نوصله لهذا اللاين. بدل ما نمسك هاي النقطة نجيبها لهون، نيجي على موديفاي، نيجي عند لائحة عند تريم، نختار السهم اللي جنب تريم في الاكستند، نختاره، بنحدد اللاين، نعمل سبيس، برضو نفس الاشي بنعمل ريكتانجل، نعمل لاين. هلا هذا اللاين بدي ادمجه مع هاي، بدي ادمجه مع الفوق. نعمل اي اكس الاختصار تبع الاكستند سبيس، نختار هاي النقطة، نختار النقطة الثانية حتى انهم يدمجوها مع هذا. ندمجها مع هاي برضو، ندمج التحت برضو. هلا بدنا نعمل تريم لإلهم، نعمل تي ار سبيس، نختار اول نقطة، نختار النقطة الثانية، الخط الثاني. نعمل له ميرور، نعمل ام اي سبيس، نختار النقطة الوسطية، نعمل نو سبيس. MI space، نعمل TR space، نختار اللاين واحد، نعمل space حتى انه يصير لاين واحد. برضو عندنا هنا زيادة باللاين، نعمل TR space،